بقى النهارده بقول ان البلد مش قادره تعمل تعليم كويس، ده اللي بقول. قلت من امتى؟ من ايام الحمله. وقمت من امتى؟ من لا مؤاخذه من اثناء حتى 2011. البلد مش هتقدر تعلم كويس لانها ما عندهاش القدره الماليه لكده. هو كلام لا غصب عنك تعلمهم. طب اعلمهم ازاي؟ اعلمهم كويس ازاي؟ طب منين؟ نفس الكلام للصحه. ده انا بقول ان الاسره اللي موجوده عندنا هي 50% من المطلوب. ايه رايك بقى؟ لا خفينا معلومه ولا خبينا مواقفنا. احنا بنعرض قدراتنا وبنقول لو حد عنده فكره يقولها لنا. احنا عملنا ايه؟ استهداف مبادرات زي فيروس سي وزي الامراض الغير السريه وزي القوائم الانتظار وكلام من هذا القبيل. ده اللي احنا عملناه. في حد تاني يقول لنا على حاجه تانيه؟ طب ما احنا بنقول للرجال الاعمال تعالوا خدوا المستشفيات واللي احنا بندفعه هندفعه في علاج الناس بتوعنا. هدفع 50 مليون بدفعهم في السنه دلوقتي مصروف المستشفى دي حدهم لك وانت تديني بيهم خدمه للمواطنين ببلاش. حلو. ده الكلام اللي احنا بنقوله. لما حد تاني بعد كل الكلام ده يقول لك لا احنا والله مش شايفين مش عارف ايه، ايه ده؟ لا لا، مفيش منصات اعلاميه تسمح الكلام هنا. مش واحد تاني يقول لي انا بكلمت على دوله وقلت الدوله دي ساعه لما اتضربت واتدمرت شعبها كان بياكل بيضه في الاسبوع ورغيف في اليوم سنوات طويله جدا عشان يعيد بناء نفسه. احنا ما طلبناش من ناس كده. احنا دخلنا حرب بقالنا 50 سنه جابت الارض دي، جابت بلدنا دي على الارض، جابتها على الارض. ولما بقول لكم ان البلد ما فيش فيه حاجه واقفه على حيلها، تعالى خدكم معايا اركبكم العربيه والففكم مصر واوريكم اللي انا بشوفه واللي بيوجعني ويؤلمني. الحكايه غريبه قوي. الحكايه اللي انا بسمعها وبشوفها لو انا بتابع البتاع يعني انا مش يعني لا بصحى من خمسه وبقعد لغايه دلوقتي مش مستغرب يا يوسف. مش مستغرب. انا مستغرب وانا قلت راجل كبير يعني مش لا يا فندم ربنا يديك الصحه يا فندم. لا يا فندم بس انا مستغرب وانا انا قلت كده. انا بتكلم الناس عشان اشرح الحكايه عشان مش عشان ادافع عن نفسي. ده بعمل سياق لفهم حاله مصر عشان تساعدونا. تاني هنعيد تاني كلام 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 لا لا يا نهار ابيض. انا بصراحه يعني والله العظيم سبحان من خلق الناس. سبحان من خلق الناس وجعلهم ان هم يستطيعوا ان هم يتحدثوا بهذا الشكل ويعني يبقى شايفين الحقيقه او يشوفوها ويحرفوها.